التهنية إلى الشعب الليبي والأمة الإسلامية لهذا الشهر الكريم. كما قمنا اليوم بهذه الجولة، طبعا جولة خاصة بسوق اللحوم بمنطقة السبعة برفقة الإخوة في رقابة على الأغذية والأدوية، والحمد لله الأمور إن شاء الله ماشية كويس. في بعض المخالفات تم تحريرها، في محلات الثلاجات تم قفلها، والعمل مستمر، ونتمنى الأمن والأمان لهذا الوطن الجريح إن شاء الله. عندي ملاحظة فيما يخص إصدار الشهادة الصحية. الآن إحنا صرنا تزاحم في إصدار هذه الشهادة. في مصحات خاصة تصدر، في الهلال الأحمر يصدر. إحنا طبعاً كجهاز حرس بلدي ما نعتدش إلا بالشهادة الصحية الصادرة عن مركز المرجعي. ضروري يمر على الدرن ويمر على تحليل الدم. هذا مركز معترف به في ليبيا على مستوى ليبيا، يعني سواء فرع طرابلس أو بنغازي أو الجنوب. في مشكلة صايرة للإخوة الأجانب اللي موجودين هنا، أغلبيتهم عندهم جوازات سفر. اللي ما عندهاش جواز سفر يمشي للهلال الأحمر يدفع 80 دينار ويصدروا له شهادة. فنامل من الإخوة في الهلال الأحمر الامتناع عن هذه الأشياء. يا إخواننا راه ما نعتدش إلا بالشهادة الصادرة عن المركز المرجعي المعترف به. هذه نقطة. في نقطة أخرى نوجهها للإخوة جميع القصابين، بنقول لكم راهو بالنسبة للمفروم اللي تعدوا فيه أنتم راهو حيتم إعدامه، حيتم تلافة. أي محل يوجد فيه مفروم معد من قبل صاحب المحل راهو يعتبر مخالف. خلي الزبون هو يختار اللحمة اللي باها هو ويفرمها، يفرمها أمامه، يعني هو قدام عينه. هذا المتعارف عليه في ما يخص القصابين. ونشكر قناة التناصح، ونشكركم أنتم كشباب يعني متواجدين معنا من دخولنا للسوق، وبارك الله فيكم، وكل سنة وأنتم طيبين، وشكراً.